السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا مدونة إمبراطورية المعلوميات. في هذه الحلقة الجديدة، الكثير من الأحيان نواجه صعوبة في تعرية بعض الأسلاك، واليوم في هذه الحلقة لدي طريقة رائعة لصنع أداتك الخاصة لتعرية الأسلاك. كل ما سنحتاج إليه هو مشبك الغسيل كما تلاحظون، هذا المشبك، وإلى المنجرة، كذلك سنحتاج إلى مفك براغي. أولا سنقوم بإزالة هذه الشفرة من على المنجرة التي سنقوم بالاشتغال بها. نقوم كذلك بالاحتفاظ بالبرغي. الآن سنقوم بصناعة ثقب في مشبك الغسيل. أنا قمت بذلك مسبقا كما تلاحظون، ثقب مثل هذا من أجل نقوم بالعملية كما سنتابع الآن. كما تلاحظون هذا مشبك قمت بعمل فيه ثقب مسبقا، والآن سنقوم بإضافة إليه الأداة التي قمنا بإزالتها من المنجرة. فهي أداة جميلة صراحة لتعرية الأسلاك كما ستلاحظون في تطبيقها على بعض الأسلاك. هذه هي النتيجة التي ستحصلون عليها. الآن سنقوم باختيار أحد الأسلاك كما تلاحظ، هذا سلك خاص بالشارجور. سنقوم بإزالة الغلاف كما تلاحظون، فهي طريقة سهلة جدا وفعالة كما تلاحظون. فهي أداة جميلة صراحة، أتمنى أن تنال إعجابكم. سنقوم بتجربة مرة ثانية. كما تلاحظون والطريقة نجحت مرة ثانية. سنقوم الآن باختيار سلك الريزو، سلك كبير حجم، ونقوم بالتجربة عليه أيضا كما تلاحظون. كما تلاحظون الطريقة نجحت كذلك في تعرية هذا السلك أيضا. سنقوم بتجربة مرة ثانية. فهي أداة جميلة جميلة جدا، أتمنى أن تنال إعجاب جميع متابعي مدونة الإمبراطورية. كما تلاحظون فهي طريقة سهلة جدا وجميلة، أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا متابعة مدونة الإمبراطورية على صفحتنا على الفيسبوك وعلى يوتيوب، ولا تنسى الضغط على سبسكرايب أسفل الفيديو من أجل جديد الحلقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.